شكرا السيد الرئيس. السيد النائب على الاهتمام بهذا الموضوع. الغابة هو ثروة وطنية، بالنسبة للملك الغابوي هو غير قابل للتفويت إلا في استثناءات اللي كينص عليها القانون، اللي هي إما كتتم عن طريق فصل القطعة من النظام الغابوي وكتدخل في الملك الدولة الخاص، أو لا في إطار المقايضة. بالنسبة لهذا الموضوع اللي صرته السيد النائب المحترم، الأمر كيتعلق باتفاقية سياحية استثمارات سياحية صدقت عليها الحكومة في 2007 مع شركة سي جي إي بهدف التنمية السياحية في إقليم الحسيمة. بعد ذلك وبناء على هذه الاتفاقية وموافقة اللجنة الإقليمية المختصة، تم تعبئة القطعة الأرضية الغابوية حوالي 79 هكتار تابعة للملك الغابوي المسمى السواني، وأصبحت مقيدة في الملك الدولة الخاص منذ 2009 لما صدر المرسوم في الجريدة الرسمية. بعد ذلك في سنة 2012 صدقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على اتفاقية إطار الاستثمار، كيكمل الاتفاقية الأولى ديال 2007 وكيخصص 67 هكتار في هذه البقعة هذه لفائدة الشركة العامة العقارية مع تحديد مكونات هذا المشروع الاستثماري، وبطبيعة الحال بلا ما يكون على حساب المدينة التاريخية الموقع الأثري المزامة، يعني أنه تم المشروع الاستثماري لكن تخصيص ما تبقى لهذا الموقع الأثري المهم. بما يخص الموضوع ديال قطع الأشجار، كاين عدة اجتماعات على المستوى سواء تمت بمقر البشوية ديال الأجدير أو الجامعة ديال الأجدير باش كيتحدد ما كتقطع غير الأشجار. شكرا. Thank you.